تاشونوس خمس تاشونوس ستاش 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 وأخيرا الحركة ثمنتاش ثمنتاش سبعتاش ونص ثمنتاش ونص ثمنتاش وحصلت على ثمانية فاصلة ثمانية من النقاط حصلت عليه اس كيو سهاي مملوكة ل طبعا مربط صقران للخيول العربية. أتمنى التوفيق للجميع. نشوف الآن بعد تعرف على نتيجة طبعا رقم خمسة اللي قدرتنا منارة بي اتش واللي موجود الآن على الشاشة أمامنا. نشوف رقمها بس الآن نتعرف على نتيجة منارة 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 في الفصيلة الرأس والعنق 18.5 18.5 18 18.5 19 الجسم والانسياب 17 17 17.5 17.5 17.5 القوائم 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 وأخيراً حركة 18 18 17.5 18.5 18.5 وبمجموع 87.9 بمنارة دي اتش. نشوف هذه على الشاشة الآن